แล้วถ้าฉันมาฉีดเนาะปิดมุมสัมผัสมุมสัมผัสมีมุมสัมผัสมาแล้วโอเคฉันเรียนฉันที่ฮัลโหลฉันที่กุดเอสบอร์ร่าแมนฉันที่อาร์ตฉันที่มุมสัมผัสตัวตัวนี้ฉันที่ตัวนี้ฉันที่เราจะคุยที่บ้านอาจจะเรียนเราสิ่งนั้นก็สำคัญที่จะเรียนما هي وسائل المشاركة؟
هو كيف يمكن تشغيل تقديم عالي ومنصوص عليه في اطار كادر تنظيمي للجامعات خلال مجموعه من الشروط، ما هي الشروط والمسارات التي تنظيمها. اذا هذه المحاور الاساسيه العامه. المفاهيم الاساسيه المشاركه، المفاهيم الاساسيه المشاركه كلنا نتحدث عن مجموعه من المفاهيم الجديده بما يقوم بالديمقراطيه التشاركيه التي استحسنها الوجه الاداري للتوقع والمناقشه. ومجموعة إجراءات ووسائل الآلية الكافية لتحقيق مشاركة فعالة المواطنة والمواطنين ومختلف الفاعلين المتطلبين لإعداد وتنفيذ وتقييم السياسة في الوطنية، إذ توفر الديمقراطية التشاركية قضاء الأمثل لتشجيع مساهمة المواطنين في مسلسلات القرار العمومي على الثقة بين الدولة ومختلف المؤسسات الجهة والمواطنة والمواطنين الجهة الثانية، وذلك على أساس التعاون والتواصل والتشاور المطير بإمكان الوجود في الإجابة بالنسبة للمشاكل المطروحة على مستوى وزارة القطاع العمومية تصورا وتدبيرا وتقييما وتصديقا. إذا لم تكن معي على هذه المسألة الأساسية. الجماعة الترابية هي من أهم الفاعلين الأساسيين في مجال السياسة العمومية وخصوصا السياسة العمومية الترابية. والسياسة العمومية تمر بمجموعة من المراحل منذ مرحلة بروز مشكل إلى مرحلة طرح حلول إلى مرحلة تبني الحلول والسياسات مرحلة التنفيذ مرحلة المتابعة وأخيرا مرحلة التقييم. هناك مسلسل فيه محطات متعددة، في كل هذه المحطات الأساسية التي تمر منها السياسة العمومية مشاركة المواطنات والمواطنين ليست أمرا اختياريا وإنما هي أمر واجبي وجوبي طبقا لمقتضيات الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية المتعددة عن الجامعات الترابية بما فيها القانون التنظيمي الخاص بالجامعات بنسخ شكل 3.8 بعد المواد. وبالتالي هذا من التحديات المطروحه حاليا على المنطقه هو مدى القدره على تشغيل، هذا هو التحدي الاساسي على تشغيل هذه المقاربه التشاركيه في احداث السياسه الحكوميه. واقول ان اول امتحان سيكون امام الجامعات بما فيها الجزء الشرعي بس وهو وضع برنامج عمل الجامعه، هذا سيكون اول محطه اساسيه في تشغيل مساله الديمقراطيه التشاركيه. من بين المفاهيم الاخرى هو التشاور العمومي. التشاور العمومي يشكل واحد اساسي من ابعاد الديمقراطيه التشاركيه خلال عمليه التواصل المنتظم في حوار المؤسسات والسلطات العموميه والمواطنات والمواطنين والمنتخب والمجتمع المدني ومختلف الاجتماع الفاعل الاجتماعي فورا بطلب القرارات والسياسات والقرارات والمشاريع والمقاربات. لذا التشاور العمومي يجب ان يهم كل مجالات كل جماعه. وهذا سيؤدي الى انفتاح الجماعه او ما يسمى بالجماعه المفتوحه. أوبن جماعات مفتوحة على المواطنات والمواطنين من خلال إشراكها في كل التشاركات قبل اتخاذ القرارات التشغيلية. السلطات العمومية مصطلح معروف هو كل شخص معنوي عام له صفة صحة عامة مركزية أو محلية إدارية أو منتخبة في الدولة السورية معينة في إعداد وتنفيذ وتسليم سلطات عمومية معينة. فعل الاجتماعيون هم مختلف منظمات المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات المهنيه والتعاونات. بينما التشاور العمومي يمكن ان تكون عباره عن مجموعه مؤسسات او لجان او هيئات عموميه دائمه ومؤقته قطاعيه وقياده السلطات العموميه تستطيع في مختلف عمليه التشاور والتواصل والتفاعل مع المواطنات والمواطنين على مختلف المستويات الترابيه. اليات التشاور هذه من الامور الاساسيه هي مجموع اللجان او الكونسيليات او المجالس او الشبكات او اشكال تنظيم مستقله التي تؤسسها المواطنات والمواطنين او جمعيات المجتمع المدني او الفاعلين الاجتماعيون لمده محدوده او بشكل دائم للتنسيق والتعاون يمكن المشاركه فيه في السياسه والقرارات العموميه والدورات والملاحظات واقتراحاتهم وابداء السلطات والمؤسسات والمرافق والجماعات الترابيه. ان هذه الاليات هي مهمه جدا. ضروره التفكير في ذات هذه الاجابه او الانسيقيات او المجالس الى غير ذلك على فراق او تكون بين مجموعات المتجاوزه المقارنه. قد نجد مثلا في جماعه معينه مجلس الكفار، قد نجد مثلا مجلس ل او انسيقيات تسمى بقطاع الصحه او بمركز الصحه، او قد نجد مثلا لجنه تسمى بخطايا مريضه، او قد نجد شبكات تعمل عن امور ثقافيه او غير ذلك. الاختصاصات الجامعية خصوصا الاختصاصات الذاتية يجب أن تكون محل إحدى هذه
الآليات التي تجسي ممارسة العديدة للتشابه العموم. وهذه الأمور طبعا تحاجة مع التراثنا الدولية اليوم تشجيع المواطنين العربيين غير المسلمين بهدف ضمان مؤسسة هذه المشاركة التي يستحيل عملها أن نضمن مشاركة كل مواطنات المغرب في الإنجاز بيكون بدون نسمة يستحيل جدا أن نقوم بالتشاور مع ما يكون بدون نسمة. إذا من ضروري مؤسسة هذه الآليات بهدف تيسير مهمة التشاور والتشاور الذي يكون في إطار اختصاصات أو مخصصات الجماعات فيما يرتبط بالقرارات والسياسات العمومية. هدف التشاور العمومي من هذا أنا كنت مشهور في الوقت.
شروط الجمعيات أسهل من شروط الجمعيات في الموارد، ولكن
جميل بشكل عام.
التآمر أن يزيد إعادة النظر في مبدأنا للمجالس الجماعية لهدف تعزيز هذه